بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب طلاب جريد 5، How are you today? I hope you all the best. Today إن شاء الله معادنا مع الويكلي أسسمنت، الأسبوع الخامس، تقييمات الأسبوع الخامس. الأول بس بطلب منك إن أنت عشان يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة شرفنا بالاشتراك في القناة. تعالى كده نشوف إيه اللي عندنا. والله بيقول لك التقييمات اللي قدامك دي مهمة جدا، بالذات في امتحان الشهور. يعني امتحان الشهور بتيجي من التقييمات، الإدارة بتجيب منها، وعندك امتحان نص السنه الميد تيرم برضه هيجي من التقييمات دي. فالتقييمات دي حتى لو انت عارف انت هتحل ايه، لازم ان انت تفهمها، لان الامتحان مش هيخرج منها. ودي فكره كويسه ان هو بيعودك على الايه، على الاسئله، اسئله مختلفه عن مثلا كتاب المعاصر او عن اي ملزمه تانية. بيقول لك ايدنتيفاي ذا فاريبل. والله ايدنتيفاي، حدد لي الفاريبل اللي قدامك. مين هو الفاريبل؟ اللي هو اللتر. مين هنا اللتر اللي في المساله؟ والله اللي هو الاكس. فانا اللتر هنا الاكس، فانت هتيجي تقول له الاكس. طيب تعال نشوف النكست كويشن. بقول لك في نمبر 2 رايت ان ايكويشن. رايت، كل الفكره ان انت هتعمل رايت للايكويشن، بس مش هتعملها سولف، مش هتحلها. ذات اكسبريس ذا سيتويشن، اللي بتعبر عن الموقف ده. كامل بوت باك، كامل اشترى شنطه. ايه واخده بكام؟ بالنمبر ده، بالفلوس دي. وبقول لك اند ابير اوف شوز، بكام؟ بالفلوس دي. فبقول لك واتس ذا توتال، توتال يبقى عامل لهم بلس، يبقى انا عايز البلس بتاعهم. فهمت ان الاوبريشن دي مساله بلس. انا دماغي هتودي وتجيب في مين؟ ما انا عارف ثمن الباج وعارف ثمن الشوز، فانا دماغي هتودي وتجيب في ثمن، ها، التوتال. يبقى التوتال هو اللي ما اعرفوش. وتقوم ناقلهم 45.75 بلس كام؟ 36.50 بس. لكن مين هنا الفاريبل، الحاجه اللي انا بدور عليها اللي مش عارفها؟ يا الاكس يا الصم بتاعه. طب لو عايز تحلهم، والله هتعمل لهم بلس عادي، مساله بلس وهم جنب بعض. طب تاني نمبر 3 فايند ذا فاليو. هنا بقى بقول لك فايند ذا فاليو، هات الفاليو اوف انون، الفاليو اوف انون، ثمن الانون. يبقى اول واحد المفروض يتحل ازاي؟ ان انا اكتب له الاكس بس وخلاص. طب هنا فايند ذا فاليو اوف انون، هات لي ثمنه، ثمن الفاليو بتاعت الانون، الحاجه اللي ما تعرفهاش. يعني قصده يجيب لك الفي بكام. فانا هنا دي بقى اللي هحلها. قلنا قبل كده لو الفيرست مش موجود، لو الاول مش موجود، هنا الليتر في الاول، لو الاول مش موجود بعمل ايه؟ عكس الموجود. فانت تمسك دول وتعمل لهم دي بلس، اعمل لهم ماينس. طب مين اللي كتب الاول؟ دي 42 اند حاجه، ودي 100 اند حاجه. مين اللي كتب الاول؟ ال 100. 100 بوينت اند 100 ماينس، ها، البوينت تحت البوينت. هنا كام؟ والله 42 اهو، وهنا 8 9. طب يا مستر ليه ما كتبتش من الاخر من تحت ال 1؟ لان دي ما فيهاش 100، ال 42 دي ما فيهاش 100، فبس هم كلهم لازقين جنب البوينت. هنا 42 وهنا 8 9. وكنسل يا باشمهندس 1 ماينس 9 1، وهكنسل منه 9 دازنت جو. فانا عامل بورد الزيرو ده مش هينفع يديله، طب ده مش هينفع يديله، طب ده مش هينفع يديله. فكلهم يعملوا بورد منين؟ من 1. فده هيبقى زيرو، المفروض ان ده هيبقى 10 وارجع يدل ده. فانا اقوم اريح دماغي واقوم اعمل ايه؟ والله هنا، ها، ده كلهم هيبقوا 9، ده 9 9 9 واول واحد بس هو اللي هياخد ال 10، يبقى ده 11. ها، طب جيت منين؟ لان ده هيبقى 10 وارجع ادل ده، فيبقى ده 9 واللي قبله 10، بعد كده ده هيدل ده، يبقى ده 9 وده 10، بعد كده ده هيدل ده، يبقى ده 9 وده كام؟ 11. فعرفها كده كلهم 9 واول واحد هو اللي ايه؟ يبقى كامل ياخد ال 10. 11 ماينس 9 11 وكنسل منهم 9، اه يبقى في زياده 2. 9 ماينس 8 9 وكنسل 8 يبقى في زياده 1. ده البوينت. 9 ماينس 2 اصلا ماينس، يعني الزياده كام؟ اللي يتبقى كام؟ 9 ماينس 2 7 9 ماينس 4 5. طب والزيرو خلاص، فتطلع الانسر كام؟ 57 اند 1200. طب هنا بيقول لك رايت اورد بروبلم. وورد بروبلم يعني ايه؟ يعني عايز ستوري، تكتب لي قصه، تكتبها لي باللترز. ذات ريبريزنت ذا ايكويشن، الايكويشن دي عايز اعملها باللتر. فبقول لك اند زين فايند ذا فاليو اوف اف، وبعد كده هات لي الاف. معاك؟ انا مثلا اقول له ممكن اكتبها له ازاي؟ اي حاجه. ممكن اقول له سبتراكت 2.3 فروم ذا نمبر اف ايكوال 8.4 وخلاص. يعني اكتب له كده، اقول له سبتراكت، سبتراكت مين؟ ال 2.3 فروم ذا نمبر اف، او فروم ا نمبر، ان انا عملت سبتراكت للنمبر ده من حاجه. الايكوال طلع كام؟ اقول له الايكوال از 8.4. خلاص ترجمتها له، سبتراكت 2.3 سبتراكت 2.3 فروم ا نمبر، خدتها من نمبر. فانا دماغي تقعد تودي وتجيب في النمبر، النمبر ده اسمه ايه؟ مثلا اف. الايكوال يطلع كام؟ 8.4. اقول له ذا ديفرنس بتوين
ال F and 2.3 الديفرنس بينهم كام؟ is 8.4. الديفرنس الفرق بينهم كام؟ 8.4. اي حاجه صح. يقول لك علي مثلا هذا ماني، علي كان معاه فلوس، عندي هي مثلا بوت بوت ايه، اصل 2.3 انا هشتري بها ايه، فانا احسن حاجه تقول له سبتراكت ده فروم ده، سبتراكت 2.3 فروم نمبر ايكوال 8.4 وخلاص. طب اللي يهمك بعد كده ان انا عايز اعمل لهم سولف احلهم. طب ما احنا لسه قايلين لو الفيرست مش موجود، لو الاول مش موجود، هنا الليتر في الاول قلنا لو الاول مش موجود اعمل عكس الموجود، فانا اودي ده بايه؟ بالبلس. يبقى الاف ايكوال 2.3 بلس 8.4 اهو. فانا لو جيت اشوف والله كل اللي انت هتعمله هتقوم عامل لهم بلس 3 بلس 4 على 7 بوينت 2 بلس 8 كام؟ 10. يبقى الانسر طلع كام؟ 10.7. بس تاني سبتراكت ده فروم ده، سبتراكت ده فروم ده، ايه اللي يحصل؟ والله كل اللي انا عامله لو الفيرست مش موجود اعمل عكس الموجود، دي مساله ماينس اقوم عامل لهم بلس. وورد فورم تكتبها بالستوري وبعد كده تحلها. طب امجد يوزد ذا بار موديل، امجد يوزد البار موديل، البار موديل اللي هو عامل ازاي؟ اللي عامل شبه مثلا عماره وشقه فوق وتحت ايه؟ اوضتين. فبقول لك امجد يوزد ذا بار موديل تو فايند ذا فاريبل، عشان يجيب لي الفاريبل كي. خلاص والله هنا انا لو انا عايز اجيب الكي، تعالى كده نكتب الايكويشن اللي قدامي دي 3.2 ايكوال 5.4 ماينس كي. والله هنا ال 5.4 هعمل لها ايه عشان اجيب الكي؟ الكي دي هعمل لها ايه؟ ها؟ انا 5.4 هعمل فيها ايه عشان اجيب ال 3؟ ال 5 عايزها تبقى 3، بعمل لهم علامه ايه؟ ماينس. بص المساله اللي قدامك دي شكلها غريب عليك، فانا مو دول ايكوال، فانا ممكن ابدلهم، يعني اجيب ال 5.4 ماينس الكي هنا ايكوال 3.2 ابدلهم وهم ايكوال، فانا اجيب السايد ده مكان السايد ده. كده انا عايز مين؟ اللي في النص. لو عايز اللي في النص اعمل ماينس من غير ما تبص، فانا اقوم ماسك التو نمبرز دول اعمل لهم ماينس 5.4 ماينس 3.2 4 ماينس 2 2 5 ماينس 3 2، فطلعت الانسر كام؟ 2.2. طب لو عايز اكتبهم، ما انا فهمت يا مستر ايه؟ لما بدلتها انسى بقى اللي فوق دي، بدلتهم عشان يبقى شكلهم اللي انا عارفه. كل اللي انا عملته ايه؟ والله انت فاهم ان هنا مين الكبير؟ الكي طلعت ب 2.2 كده يبقى مين الكبير؟ ال 5.4 يبقى هي اللي لوحدها، والكي وال 3.2 هم اللي تحت. ولو جيت شوف والله نمبر فوق ونمبر تحت فعملت لهم ماينس. طب لو هم كانوا جنب بعض اعمل لهم بلس. تاني المساله دي اللي ملخبطك فيها ان هي مش بترتب، يعني مش انا مش اخد على الوضع ده، فانا هبدلهم دول ايكوال، فهجيب دي هنا 5.4 ماينس كي ايكوال 3.2. لو عايز اللي في النص اعمل ماينس من غير ما تبص. طب لو عايز تقعدهم، ما انا عارف ان في الماينس اكبر واحد الاولاني بدل اللي فوق، والرقمين دول هم اللي تحت. طيب تعالى ناخد السكند جروب كده، خلصنا النموذج الاولاني. واتس ذا فاريبل؟ مين هنا الليتر؟ سؤال سهل، الليتر هنا مين؟ الواي، فاقول له الواي من غير ما تحلها. طب بقول لك رايت ذا ايكويشن ذات اكسبريس ذا فولوينج سيتويشن، عايز انا اكتب الايكويشن. رايت انت الايكويشن. بيقول لك تو نمبرز هاف ا ديفرنس، عندي تو نمبرز الديفرنس بتاعهم كام؟ 12.5، وان اوف ذيم واحد فيهم 6.7، يبقى الاذر كام؟ الثاني كام؟ ثواني، تو نمبرز هاف ا ديفرنس يعني الفرق بينك وبين اخوك مثلا 5 سنين 3 سنين، يبقى بتعمل لعمرك وعمره ايه؟ ماينس. يبقى انا فهمت ان دي مساله ماينس. تو نمبرز هاف ا ديفرنس اوف الماينس بتاعهم 12.5، كويس، وان اوف ذيم واحد فيهم 6.7، يبقى 6.7 ده جريتر ولا السمول؟ مستر تو نمبرز اعمل لهم ماينس يجيبوا لي خليها يجيبوا لك مثلا 12، واحد فيهم 6، اعمل لها استيميشن كده ده 6. ايه التو نمبرز اللي اعمل لهم ماينس عشان يجيبوا لي 6؟ ها تو نمبرز اعمل لهم ماينس يجيبوا لي 12. طب لو واحد فيهم 6 بس 6 ده الجريتر ولا السمول؟ اكيد السمول، ما انا ال 6 هخبي منها كام عشان تبقى 12؟ يبقى ال 6 ده الصغير، يبقى ال 6.7 هنا الصغير. طب والاذر تاني دماغي هتقعد تودي وتجيب فيه، فانا هسمي اكس بس. طب هو مش عايزك تحلها، هو عايزك بس رايت الايكويشن تو نمبرز الديفرنس بتاعهم 12.5 وان اوف ذيم 6.7، بس 6.7 هيتكتب فين؟ في الاول ولا في الاخر عشان هتفرق؟ لا ال 6.7 ده اكيد الصغير، لان اكيد عمره ما هيشيل منه حاجه يجيب لك 12.5 الا لو نيجاتيف، وانا ما خدتش النيجاتيف. ها يبقى ال 6.7 ده اللي سمولر. طب الجريتر الاذر اللي انا دماغي هتقعد تودي وتجيب فيه، يبقى هحطه هنا في الاول، سميه بقى اكس سميه ام سميه زي ما تسميه. فايند ذا فاليو اوف ذا فاريبل، هات لي الفاليو. ها قلنا لو الفيرست مش موجود
اعمل عكس الموجود، دي مساله بلس تقوم اعمل لهم ماينس، مين اللي كتب الاول؟ دي 5 اند حاجه، دي 9 اند حاجه، يبقى 9 اند 47 ماينس 5 اند 32 ماينس. والله يا باشمهندس 7 احط البوينت 7 واكنسل منهم 2 يبقى في 5، 4 واكنسل منهم 3 يبقى في 1، 9 واكنسل منهم 5 يبقى في كام؟ 4، يبقى طلعت 4 اند 15. بس عايز تعمل تشيك؟ والله جرب ال 4 اند 15، يعني لو انت 2 بلس 5 7، 3 بلس 1 4، خلاص. سولف ذا فولوينج ايكويشن، سولف، عايز احلها. قلنا الليتر قاعد فين؟ في الفيرست، لو الفيرست مش موجود اعمل عكس الموجود، هذا ماينس، مين اللي يقعد الاول؟ ده 15 اند حاجه، وده يبقى 30.8 ماينس 15.7، حل يا باشمهندس وشوف هتطلع كام. بس خلي بالك ان في بور 8 وكنسل منهم 7 يبقى في 1 وده البوينت، 0 اكنسل منه 5 دازنت جو، ازاي 0 اخد منه 5 فده دازنت جو، تعمل بورو بقت دي كام 2 وال 1 راح لدي بقت 10 ماينس 5 5 و 2 ماينس 1 1 فطلعت 15.1. بيقول لك رايت ان ايكويشن، رايت ان ايكويشن، ها ايكويشن يبقى مساله ايكوال تو ذات ريبريزنت ذا فولوينج كويشن، تو هاوسز، تو هاوسز، تو نمبرز، التوتال، التوتال يعني ايه توتال؟ البلس بتاعهم ده اهو، يبقى ده البلس. بيقول لك اف ذا هايت اوف ذا فيرست هاوس، لو الفيرست كام 18.6 والله ما كان هيفرق لان دي بلس فمش هيفرق. الهايت اوف ذا سكند زين ذا هايت، واتس ذا هايت اوف ذا سكند، ده عايزك تحلها. فانا السكند ده دماغي هتقعد تود وتجيب فيها، سميها مثلا اكس. قلنا لو الليتر في النص، لو الفاريبل في النص اعمل ماينس من غير ما تبص، هذا ماينس، مين اللي كاتب الاول؟ 45.12 ماينس 6.18. يلا يا باشمهندس هنا هتحط الزيرو، طب 2 ماينس 0 2 ومش هاخد منهم حاجه يبقى 2، طب 1 وهكنسل منه 6 دازنت جو، تبقى هنا كام؟ 4 وهنا كام؟ 11، 11 ماينس 6 5، 4 ماينس 8 4 وهكنسل منهم 8 مش هتنفع، تبقى هنا 3 وال 1 قد دي 14 ماينس 8، تخيل انت عندك 14 وبكنسل منهم 8، فانا لما كنسل 8 هيتبقى الزياده، فانا اضحك عليه واعمل كاونت فروم ال 8 تو 14 افتر 8 9 10 11 12 13 14 في 6، طب 3 ماينس 1 2 فطلعت الانسر 26.52 زي ماثيماتيكال سنتنس. دي ماثيماتيكال اكسبريشن اور ايكويشن، هو بس عايزك تعمل تشوز تختار ده اكسبريشن ولا ايكويشن. لا ده ايكويشن عشان في ايكوال، يبقى انا بس اختار ايكويشن. اللي بعد كده فايند ذا سوليوشن، ها عايز الليتر، قلنا لو الفيرست مش موجود اعمل عكس الموجود، دي مساله ماينس تبقى بلس 3.4 بلس 7.4، في البلس مش فارقه مين الفيرست، البوينت 4 و4 4 و4 8 3 بلس 7 10، رايت ذا ايكويشن، ها بس يا رب يقول لي ما تحل، يعني يا رب ما يطلبش ان انا احلها، رايت ذا ايكويشن، ولو طلب ان انت تحلها عادي، رايت ذا ايكويشن تو ريبريزنت ذا فولوينج بروبلم ان ذا ماركت فير ماركت، كل ده ما يفرقش معايا، انا فهمت ان هي ايكويشن مساله ايكوال. كمال بايز تو ووتر ميلون، اشترى تو ووتر ميلون وذا توتال، توتال 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 يبقى البلس بتاعه بكام؟ بده 2.64. فبقول لك اف ذا ماس اوف ذا فيرست، لو الفيرست 1 بوينت مش هيفرق لان هي كده كده بلس، واتس ذا ماس اوف ذا سكند، فانا هتقعد دماغي تود وتجيب مين السكند، فانا اسميها اكس. لو الليتر في النص اعمل ماينس من غير ما تبص، 2.64 ماينس 1.36 4 وهكنسل منهم 6 4 لا دازنت جو، اعمل بار انا مش طماع، تبقى دي 5 وال 1 دي 14 ماينس 6 8 5 ماينس 3 2 1. بيقول لك هنا if the mass test is 2.5 hours حلو and 1.40 hours half past، يعني الماس تيست امتحان الماس ده ساعتين ونص، ليه؟ ده ممكن بيمتحن في الكلية مثلا أو في تالتة إعدادي، ساعتين ونص خليه في الكلية. And 1.40 hours half past، عدى منهم كام؟ ساعة أو 40 دقيقة. How much time is left left؟ يبقى دي مسألة ماينس. والله ده الإكزام كله 2.5 past كام؟ 1.40. فبقول لك ها قد إيه؟ بيقول لك إيه؟ how much time is left until كام واحده لسه عشان ال end of the test عشان الامتحان يخلص، لسه قد ايه؟ زي ما انت مستسال مس وتقول لها لسه قد ايه؟
تعال مثلا ساعتين عدى منه ساعه ونص، يبقى لسه قد ايه؟ نص ساعه عملت ماينس، ف هو الاكزام كله 2.5 عدى منهم كام؟ 1.40. ها اللي لسه، قال لك اللي لسه ده هو اللي دماغك بتودي وتجيب فيه، ده الفاريبل، قال لك سميه ار، يبقى ار عادي. ده هم جنب بعض اهو، مساله ماينس عادي. هتيجي على جنب 2.5 ماينس 1.40. طب يا مستر البوينت، بس عشان البوينت تقابلك مع البوينت حط هنا زيرو، شايف زيرو مش هاخد منه حاجه، زيرو 5 وكنسل منهم 4، يبقى في 1 زياده، بوينت 2 ماينس 1 يبقى لسه ساعه و10 دقائق مثلا. طيب يبقى لسه كام؟ 1.10. طيب اخر كويشن، رايت ا وورد بروبلم، انت اللي عايزك تكتب بقى مساله، زي هنا مثلا جايب لك بالانجلش وانت هتكتبها بالماس، هنا بقى جايبها لك بالديجيت وعايزك تكتبها بالليتر. رايت ا وورد بروبلم representing the following equation. والله لو عايز اكتب مسألة زي دي هتقول له ايه؟ and then find the solution، وبعد كده حلها. طب تعالى الاول نحلها، الليتر فين؟ في النص، اعمل ماينس من غير ما تبص اهو، دي 34 ودي 15، يبقى 34.750 ماينس البوينت 15 و40. بعد كده يا باشمهندس والله لو بتشوف، والله زود زيرو هنا والبوينت ايه؟ 0 ماينس 0 بالسلامة. عايز تكتبه اكتبه، مش عايز تكتبه ما تكتبوش، مش هيفرق. طب 5 ماينس 0 عشان على الطرف، 5 ومش هاخد منها حاجة، تبقى 5. 7 وهكنسل منهم 4، يبقى في كام؟ 3. 4 وهكنسل منهم 5، ازاي الفرق كنسل منها 5؟ لا اعمل بور، يبقى دي 2 وال 1 دي 14 ماينس 5 9، 2 ماينس 1 9، فطلعت 19.35. طيب يا باشمهندس، طب هنا بيقول لك رايت اورد بروبلم عادي، انت ممكن تقول له ايه؟ سبتراكت النمبر يو، سبتراكت النمبر يو، سبتراكت نمبر فروم مين؟ ال 34. هتقول له سبتراكت كانسل، سبتراكت النمبر، سبتراكت ذا نمبر، انا ما اعرفش النمبر مثلا يو، سبتراكت النمبر يو فروم مين؟ من ده، فروم ال 34.750 ايكوال النمبر ده 15.40 وخلص بكده. يبقى الاسم بتاعنا انتهى، ولو انت عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.